بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون. تلميذ جديد. الوحدة الثامنة. الحوار. دايلوج. سراج. أنا تلميذ جديد. سراج. I am new student. اسمي سراج. My name is سراج. سميرة. أهلا سراج. Welcome سراج. اسمي سميرة. My name is سميرة. سراج. أهلا سميرة. My name oh, sorry. Welcome سميرة. سميرة، هل أنت نيجيري؟ Are you Nigerian؟ سراج، نعم، yes، أنا نيجيريان. نيجيريان، I am Nigerian. سراج، وهل أنت نيجيرية؟ And are you Nigerian؟ سميرة، لا، no. سراج، ما جنسيتك؟ What is your nationality؟ Yes. سميرة، أنا غانية. I am غانية. غانيان. غانية. I am غانية. استبدل كما في المثالين. Replace. Change. Replace like in the two examples. Replace like in the examples. هل محمد نيجيري؟ جون. Is محمد Nigerian؟ هل محمد Nigerian؟ اسم محمد نيجيري. مثال الأول أحمد. هل أحمد نيجيري؟ إز أحمد نيجيري. مثال الثاني باكستاني. هل أحمد باكستاني؟ إز أحمد باكستاني. ماجد. هل ماجد Indonesian. هل ماجد باكستاني in the first sentence, then هل ماجد اندونيسي in the second sentence. هل ماجد إندونيسيا؟ إندونيسيا. هل ماجد إندونيسي؟ باسم. هل باسم كويتي؟ اندونيسي هل باسم اندونيسي هل باسم إندونيسي؟ What is number four? كويت. هل باسم كويتي؟ Okay. علي. هل علي كويتي؟ هل علي ماليزي؟ Yes, جوهرة look at نعم. the example first. Jora is a name of lady. جوهرة. هل جوهرة؟ Read the example first. أوكي. استبدل كما في المثالين. هل فاطمة ماليزيا؟ إز فاطمة ماليزيا. هل فاطمة ماليزيا؟ Malaysian. ماليزيا. 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 ماليزيا.
هل فاطمة ماليزيا؟ إز فاطمة ماليشيا؟ السؤال الأول، سميرة، هل سميرة ماليزيا؟ إز سميرة ماليشيا؟ المثال الثاني، باكستانية، هل سميرة باكستانية؟ إز سميرة باكستانية؟ جوهرة، هل جوهرة إندونيسيا؟ باكستانية الجوهرة باكستانية. جوهرة باكستانية؟ أوكي. هل جوهرة إندونيسيا؟ هل زينب إندونيسيا؟ هل زينب كويتية؟ هل خديجة كويتية؟ هل خديجة ماليزيا؟ هل فاطمة ماليزيا؟ الدرس الثالث والعشرون، تدريبات الوحدة الثامنة، هبل كما في الأمثلة. مثال الأول، أنا نيجيرية، نيجيرية، أنا نيجيرية. مثال الثاني، أنت مدرس، you are teacher، أنت مدرسة، you are teacher. مثال الثاني، كريم غانم، مثال الثالث، كريم غانيجل، كريمة غانية. أنا تلميذ، أنا تلميذ، تلميذ، أنا تلميذة. ماجد أستاذ، أنت ماجدة أستاذة. ماجد أستاذة، أنت عربي، you are Arabian، أنت أو أنت عربية، أنا ماليزي، أنا ماليزية، شريف سعودي، شريفة سعودية. المدرس جديد، المدرسة جديدة. استبدل كما في المثالين، replace like in example. Two example like in example. Like in two example. Example. Siraj Nigerian. سراج نيجيري، what is the difference between these sentences؟ No sentence, no difference. No. سراج Only نيجيري، mean there is. مدرس say the first sentence, then student repeats the same sentence. there is a تلميذ. مثال الأول، مدرس غانيجون، التلميذ سراج غانيجون. مثال الثاني، مدرس سميرة، تلميذ سميرة غانية. مدرس عراقية، تلميذ أحمد عراقية. نو، سميرة سميرة، عراقية. سميرة عراقية، أحمد عراقي، سوريجن، أحمد سوريجن، سراج سوريجن. كريمة، كريمة نيجيرية،
كريمة سورية. كريمة سورية نيجيريا نيجيريا كريم نيجيري كريمة نيجيرية. كريمة نيجيريا كريمة نيجيريا ثالث أعيد repeat Yes. أربعة خمسة ستة اقرأ ثلاثة ستة واحد خمسة أربعة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة اقرأ جديد نيو جنسية ناشوناليتي نيجيريا نيجيري سراج اكتب الحرف الناقص اكتب الحرف اكتب الحرف الناقص. اكتب الحرف الناقص حرف الناقص جديد نيجيريا ناقص حروف ناقص Missing, write the missing letter. Harf fan اوكي ناقص. عرفت the missing letters جديد نيجيريا جيم الدرس الرابع الدرس الرابع والعشرون. رابع وعشرون وعشرون تدريبات exercises الوحدة الثامنة تكلم أجري الحوار حوار كما في المثالين أجري الحوار أجري Actually, start the dialogue, begin the dialogue, like in the two examples. begin start the dialogue like in two examples. المثال الأول سراج سميرة سراج سميرة تلميذ الأول أنا تلميذ جديد اسمي سراج تلميذ الثاني أهلا سراج اسمي سميرة التلميذ الأول أهلا وسهلا سميرة مثال الثاني محمد نبيلة أنا تلميذ جديد اسمي محمد أهلا محمد اسمي نبيلة أهلا وسهلا نبيلة أحمد فاطمة أنا تلميذ جديد أنا تلميذ جديد اسمي أحمد فاطمة أهلا أحمد اسمي فاطمة أهلا وسهلا فاطمة محمود من خديجة محمود أنا محمود نو أنا تلميذ جديد أنا تلميذ جديد اسمي محمود أهلا محمود اسمي خديجة أهلا وسهلا خديجة أنا تلميذ جديد اسمي عبد الله أهلا عبد الله اسمي زينب
أهلا وسهلا زينب. باسم مريم. أنا تلميذ جديد. أنا اسمي باسم. أهلا باسم. اسمي مريم. أهلا وسهلا مريم. عبد العزيز. أنا تلميذ جديد. اسمي عبد العزيز. أهلا عبد العزيز. اسمي شريفة. أهلا وسهلا شريفة. حسن. أنا تلميذ جديد. اسمي حسن. أهلا حسن. اسمي جوهرة. أهلا وسهلا جوهرة. اقرأ. المدرس the teacher. تلميذ student. عليكم upon you. هل what Is Anand okay? is are For question for interrogation. لا نو أهلا ويلكم سهلا ويلكم أهلا وسهلا ويلكم okay. أهلا وسهلا ويلكم سلام بيس. اكتب الحرف الناقص. اكتب بالحرف الناقص اكتب الحرف الناقص. لا المدرس. لا عليكم. هل أعد repeat. جديد new. تلميذ student. سميرة. سميرة اسمي. ماني أعد. لين لين. دين دين. كيل كيل. اكتب الحرف الناقص. اكتب بالحرف الناقص والكسر. حرفاً حرف حرفاً الناقص. اكتب بالحرف الناقص والكسر. بالحرف الناقص. جديد new. تلميذ student. اسمي my name. الرابع. ضع علامة صحيحا أمام ما الكلمة التي فيها الحرف. ضع put علامة صحيحا correct sign correct اكسبلين tick sign tick sign in front of the word التي which فيها in it الحرف the letter. ذا لتر نيم اوكي The letter جيم. تيك. Yes. أهلا اسمي جديد نيجيريا. سراج ماجد. نعم عبد الله. Okay. تلميذ نبيلة. عليكم لا. تدريبات الكتابة. اسكت شوية. It is up to you. ده خط تحتاج كل كلمة مماثلة. ده put خطاً incorrect Put a line. Da khatan put a line. put the line خطاً sorry خطاً line put the line the line تحت under كل كلمة every word Each each single word is identical word. each
مماثلة في identical similar. identical identical similar كل كلمات مماثلة. Put line under each similar identical Each word. identical word. Each identical word. انسخ جديد 5 جنسية 6 جنسية So here you will put a line under جنسية. Okay. جنسية جنسية There are two جنسية here. Put a line there. Nothing else. تلميذ 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 انسك جلس لجب بلج لبس جلب بلها اكتب الحرف المناسب الحرف المناسب في الفراق اكتب الحرف جيم جديد لام السلام تلميذ لام جنسية جيم اكتب رقم الكلمة المناسبة في الفراغ اكتب write رقم الكلمة المناسبة suitable Write the number of appropriate word in the blank. word in the link Write the number of appropriate word. So Anna Tilmi Jadid. Jadid has the number one. So write the one in the sankar. Okay. What will you write in the circle? أنا One. جديد نمبر 1 أنا تلميذ جديد Next. السلام عليكم سل بين السؤال والجواب المناسبين match between answer and question Join and the answer appropriate question and answer. الأسئلة ما اسمك؟ اسمي أحمد ما جنسيتك؟ أنا نيجيريا هل أنت نيجيري؟ نعم أنا نيجيري هل أنت عراقي؟ لا أنا نيجيري سلمتين قدمني عليه ويهي تذكري ठीक है, क्लास के आखिर में भी वो पिक्चर खोल दिया करें, इधर शुरू में और इधर आखिर में. ओके, इस पिक्चर पे जाके फिर रिकॉर्डिंग बंद किया करें.